عليكم السلام. السلام عليكم. انا امرأة مطلقة، عندي زوج ديال الوليدات، الاسم ديالي خديجة، كنسكن بمدينة وجدة. تعرفت على الزوج ديالي على حسب العائلة ديالي، هي اللي زوجتني، العم ديالي هو اللي زوجني. من بعد اكتشفت كيقمر، عييت معاه، نهضر معاه، خدمت وتعاونته وقفت معاه، والله راه شاهد. كنت كنقول له بعد غير من القمر، كان كيدخل عندي الزوج الليل، ثلاثه د الليل، ما كانش كيجلس في الدار، ما كانش كيحترمني، ما كانش كيعطيني وقت كانني الزوجه ديالو. من النهار اللي هضرت معاه ضربني، عطاني ضربه راسي فيها 17 الغرزه، قول لي المده ديال 10 سنين، وحنايا يعني دابا تقريبا هذه 10 سنين، ولكن هذه 3 سنين باش طلقت منه، تقريبا 3 سنين باش طلقت. عندي زوج ديال الوليدات، دابا الولد الكبير عنده 11 عام، والولد الصغير عنده تقريبا 7 سنين. المهم عانيت بزاف، كنت كنسمح في ولدي الكبير في قلب الدار ونمشي نخدم عليهم، تكرفست، خدمت في الديور، خدمت في الحمامات، المهم درت يعني المجهود اللي راه اي وحده توقف مع رجلها فيه، والحمد لله هادشي كله كيعرفوا صحابه، وراه اللي كيعرفني ولا اللي يعني اللي كيشوف هاد اللايف هذا راه غادي يعرفني، راه غادي يسمع، غادي يعرفني بانني انا زوجت فلان، كنت ديما كندابز معاه وديما مغاوتة معاه، كنقول له غير بعد غير على القمر. المهم ولا يقمر بالكارطة، يعني راه يخسر، كيخسر فلوس كبيرة، ماشي زعما يعني هذه فلوس كبيرة، فلوس راه كيخسر الفلوس كبيرة، يعني راه كيخدم خدمته مزيانة وكيصور فيها الفلوس، كيصور فيها الفلوس. ملي كنهضر معاه ما كيسمعنيش، كنقول له زعما باغي داري وانا كاريه غير بيت وكوزينه اللي دابا اللي انا راني مازال ساكنه فيها. المهم كنت شديت الطلاق ديالي في ايامات ديال كورونا في شهر، هو بناتري كيخدم في الكريفي، راه هو الاول هنا في وجده باش يعرفوا الناس بانه هو الاول كان هنا في دينة وجده، وهو راه معروف عند كاع الدراري اللي في البنتوره، راه معروف هو الاول كيدخل الفلوس، واه كيدخل الفلوس، راه كان هو كيدير الخدامه معاه، راه كان كيشد 2 المليون 3 المليون كتمشي في ليله وحده. انا فوقاش اكتشفته كيقمر ملي كان عندي الولد عنده 3 شهور، الولد الكبير، حيت انا ما كنتش عارفه كيقمر، حيت انا يا ما كنتش كنخرج من الدار، ما كنتش هذا صافي. هي هذيك بداو المعاناه، انا خوه هو اللي جا عندي وقال لي راه كيقمر، راه شد 3 المليون صافي. من تما بدات المعاناه ديالي معاه، علاش كتقمر، علاش كدير هكا، علاش علاش علاش. عييت هو يمكن ما سمعنيش، كنقول له هذا الشيء اللي كدير راه عيب وعار، كنقول له خدم على ولادك، دير دارك، هذه شتي اللي جاو قبل موراه، داروا الديور، داروا الواطه، داروا موبيلات، هو لا شيء، ما دار حتى شي حاجه، خرج علينا. وها هو دابا انا في المحكمه، كرالي هو كرالي هاد الدار هذه اللي كاريه انا فيها 60 ألف، واكتشفت بان المراه مدخلاني انا للمحكمه، حاطه لي عامين في الدوسي ما مخلصاهاش. وكان يا منين مشيت كنتقابل معاها وحكمت لي المحكمه ب1,400,000، 1,400,000، واش انا يا ما عنديش، وباه مسامح لي في جوج الاولاد، ما كينفق لي عليهم، ما كيعطيني، ما كيمد لي، منين غادي نجيب انا هاد الفلوس، هاد 1,400,000 منين غادي نجيبها، منين غادي نمدها، وانا راه حالتي راه ربي اللي شاهد عليا، راه ربي اللي شاهد، راه ما عنديش، انا راني كنقولها وراه مازال كنقولها، راه ربي شاهد، راه ما عنديش. تقهرت، راه مازال لحد الان عندي شكايات من مور الطلاق ديالي، كيجي يتعدى عليا وكيتهجم عليا في وسط داري، وراه الدار اللي قبالتي راه الدار اللي حدايا كان كينقز عليها، وواحد السيد دار الزنان باش ما يبقاش ينقز، وعطاوه الساروت ولا كيدخل لي بالساروت لقلب الدار. انا دابا هاد السيد هذا انا مطلقه وكيدخل عندي وتهجم عليا، والبوليس هادشي راهم عارفين، مره ماشي غير جوج، المره التاليه قال لي مشيت طلعت للمحكمه بنين سوجده، قال لي ديري لنا كتبي شكايه وحده اخرى زيدي عمري عليه. انا راني كنت كنطلع للمحكمه، راني انا كنت كنطلع للمحكمه على رجليا، كيفاش غادي نمشي انا نكتب شكايه ونولي عاوتاني ندفع به وانا ما عنديش؟ راه بعد المره انا راه بعد المره كندير شي حوايج ما كنتش كنتوقعهم. انا دابا وليت بعد المره نجلس بالجوع كنخرج نطلب على ولادي في الشارع، وكنطلبها وتجيني حلوه، ونقول الحمد لله على قبل ولادي كندير شي حوايج، اللهم لك الحمد.
وما كان بغيش يعني ولادي يحسوا بالحقرة، ما نبغيش ولادي يحسوا بالقهرة، ما نبغيهمش بأنهم راهم ما عندهمش وما في حالتهمش. أنا دابا كنناشد خوتي المحسنين وخواتاتي واللي عايشين وحاسين بمعنى الأمومة شنو هي. أنا كنطالب يعني غير يفتحوا موضوع على هذا الموضوع ديال الدار اللي عندي في المحكمة. أنا ما عنديش باش نخلص هذا 1,400,000، باش غادي نخلصها وفيها المتابعة 15 يوم تاع الحبس؟ أنا واش أنا وجهي تاع الحبس؟ أنا وكان وجهي ديال الحبس راه شلاو شوية. أنا دابا هاد اللايف هذا راني دايراته حتى ماما ما سيقاش عليه الخبر، ماما مريضة، راه حتى طلاقي راها أنا مطلقة تقريبا عام وهي ما عندهاش الخبر، ما حتى واحد ما سيق الخبر، وطلاقي راه ما سيقلو حتى شي واحد الخبر. حيت حنا من واحد العائله يعني الطلاق كيقول لك عيب عيب الطلاق. صبري، وانا يمكنني النهار اللي ضربني 17 الغرزه ما بقيتش قاده نصبر، ما بقيتش. ولدي الصغير لحد الان بحال اللي مرض لي، غير كيسمعوا غير شي حاجه درت قلت في قلب في وسط الدار كيبقاو راهم مرعوبين. اهل ولدي الصغير تضربت حداه وشاف ديك الدم وديك الشيء. دابا غير مشي لا نقز ولا شي حد تحز في الليل تحس يعني شي حاجه كيقول لك ماما ماما بابا داخل باش يقتلك. هادي ديما عندهم فمهم. يعني راني عايشه واحد الرعب. وهاد الدار هادي النهار اللي كملت يعني معي خرجت وخرجت يعني باش قلت انا غير نكمل ولادي غير العام وغادي نخرج من هذيك الدار حيت عايشه فيها مشاكل. وبحال اثرت لي يعني نفسيا تاثرت بانني يعني كنت عايشه فيها في الجحيم مع الزوج ديالي، بغيت نخرج. تفاجات راني داخله للمحكمه. انا خوتي كنطلب منكم غير قولوا لي هاد 1,400,000 منين غادي نخلصها؟ منين انا راه العشاء على الله والغدا على الله، راه ما عنديش، راه ربي عالي وعالم، راه ربي اللي مطالع شنو في قلبي. انا دابا كنقول يعني هاد الاستئناف اللي راه جايني كنطلب المسؤولين والناس المحكمة الله يجازيكم بخير. شوفوا من حالي انا بغيتكم غير ديروا معها غير جلسه مغلقه بيني وبينها شكون اللي كان كاري، ما بغاش يتسمع ليا. ودرت بانها تادي القسم، واش انا كتسالني؟ ما بغاتش تادي القسم في المحكمه وما اداتش القسم في المحكمه، علاش؟ وهذه لا اول اللي كره النهار اللي جا عطاها العربون عطاها لها هو النهار اللي دخلنا. وكانت كتجي عنده هو ملي كان مع حكم كيتخلص السبت ولا الحد، كتجي عنده اما الحد في العشيه ولا السبت كان كيعطيها فلوس الكريه. من تما خويا ما بقيتش انا عارفه واش كيعطيها ولا ما كيعطيهاش. كتجي كتقول لي ما كيعطينيش فلوس الكريه، ولا يمكن ما محقاش هي تدعيني انا، تدعي هو، تابعه هو في القضاء. علاش انا راني هزه جوج ولاد، علاش انا راها عارفه اني مطلقه منهم، علاش ما تابعهاش هو؟ ما عنديش محامية والله، أنا ما عنديش. أنا كنقول لك العشاء على الله والغدا على الله، أنا ما عنديش باش ندير محامي. دارت لي المحكمة محامي في استئناف ولا يمكن الحكم بقى عندي ثابت. أنا وقف معايا واحد السيد الله يجازيه بخير قال لي بنتي سيري شوفي أنت سيري ديري محامي، المحكمة دير لك محامي. ومشيت وجريت ودرت محامي يعني ولا يمكن يعني الحكم بقى ثابت. أنا ما كنعرفش هادشي ديال القضاء. أنا كيما نقولوا يعني الله غالب، راه المحكمه راه خاصها المصاريف، راه غير فلوس ديال الطاكسي. الا بغيتي تطلع المحكمه راه خصك الطاكسي، راه خصك الطاكسي. واش غتبقى تمشي على رجليك؟ انا مره نخدم مره ما نخدمش. انا يا راه بلاتي نوريك التصاور، انا عندي اليد ديال اليمنى ضاربني ليها ما كنقدرش التمارا بزاف، بعد المره كتفشل لي. انا كنت كنخدم تريتورا، كنت كنخدم تريتورا، بعد المره نخدم ميناج. انا خدمت في طريق الحداده حتى حفيت، انا كنت نخدمها بدراعي ونجيبها بدراعي وليك الحمد. كنت معاونه بزاف، كنت معاونه يعني كنت واقفه شتي نهار اللي ضربني ومشيت ودرت له التنازل. ومهم التنازل درت له تحت التهديد، راه تحت التهديد ديال واحد الاخ ديالو يعني كان خوه كان كيهددني كيقول لي ندير لك ونفعل لك ونصنع لك. ما عنديش انا قلت لك انا يعني كنت شي حوايج كنديرهم حيت ماما مريضه ما كنبغيش نقول لها بزاف نتاع الحوايج كيوقعوا لي ما كنبغيش نقولهم لها. كنقول انا يلا مشات صرات لها شي حاجه يبقى ضميري كيأنبني على طول حياتي، ما كنبغيش نعاود لها كلش. المهم هي هذيك جيت انايا الخدمه ما بقيتش نقدر نخدم، انا عييت صابره. انا
انا كنطلب من خوتي المحسنين يشوفهم حالي. انا حتى الهضره دابا تلفت لي، ما بقيتش قاده نهضر، مرضت نفسيا، مرضت، ما بقيتش نجلس في خاطري، ما بقيتش نعس في خاطري، ما بقيتش نجلس في خاطري. راه ربي شاهد، يعني ملي دخلت المحكمه راه تلفت لي كما كيقولوا، راه تلفت لي، ما بقيتش عارفه راسي. تلفت يعني تشوفي راسك داخله للمحكمه وانت ما كارياش. انا يا البارح جات عندي وقلت لها خالتي، قلت لها خالتي هادشي اللي كديري زعما علاش، وانا كي ماشي انا اللي كنت كاريه عليك، وانا وانا وانا. شنو قالت لي؟ قالت لي انا بغيت ندخلك انت للمحكمه، علاش انا تدخليني للمحكمه؟ علاش انا راه شايفاني مكرفسه على ولادي، انا راني شايفاني مكرفسه على ولادي، مكرفسه واحد التكرفيصه. راه ربي شاهد، راه الام اللي عندها القلب وعندها الاحساس راه غادي تحس بيا. راني مكرفسه واحد التكرفيصه ما نقولكش، لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا الشيء كامل راني خارجه ندير هذا اللايف وما قادهاش حتى من ولدي يشوفه. عندي ولدي كيقرا بالمزيان، عندي ولدي كيجيب معدل مزيان في القسم، عندي ولدي الحمد لله يعني واصل كما كنقولوا، عنده القسم السادس والحمد لله يعني كيجيب لي نقاط مزيانين، وكنفتخر بولدي يعني واخا مازال صغير كيقرا لي مزيان، ومعاونا ولدي بزاف، معاونا في قرايتو، دايره له ليتيد واخا ماشي بالاستطاعه ديالي كنقلعها مني ودايره له ولدي ليتيد وهزه. انا الحمد لله باغيه نوصل ولادي، انا باي طريقه باغيه نوصل بولادي بحلالا طيبا، انا حلالا طيبا باغيه نوصل ولادي. وعندي الوليد هذا اللي عنده 11 عام كيلعب لي الكره مزيان، ومهد المنبر ديالكم كنحييه، كنحيي السير الكراكي، وكنحيي المنتخب الوطني وجلاله الملك، وكنفتخر بجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكنفتخر بالشعب المغربي كامل حيت ديما واقف مع خوه المسكين وديما متضامنين مع بعضياتهم والحمد لله. كنطلب الله سبحانه وتعالى يوقف معايا فوق هادشي، كنطلب الله سبحانه وتعالى يوقف معايا. وهاد السيده اللي مدخلاني انا للمحكمه وما عنديش الجهد ليها، راني ما كنسمح لها لا دنيا لا اخره، راه غير انسان يقول لك ما نسمح لك لا دنيا لا اخره، راه بزاف. واخا يخلصوك الناس تيخلصوك، انا قلبي ما مسامحكش. علاش؟ حيت عذبتيني في حياتي، حيت جبت شي حوايج ودرت شي حوايج في الحياه ديالي ما نقولكش عليهم. انا الحمد لله كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما عنديش مشكل مع هادشي. هاد السيده هادي ايامات كورونا كنت انا في دارنا، ايامات كورونا كنت في دارنا، وكانت بنتها، كانت بنتها ساكنه في هاد الدار هادي نيت اللي فيها الوراثه. اقسم لك بالله العلي العظيم، اقسم لك بالله العلي العظيم، الى هاد السيده اللي كنت كنتعامل معاها، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. شتي كنت كنقول لها انت هي ما تصورني، كنت كنعطيها فلوس الكريه، اقسم لك بالله العلي العظيم، الا كنعطيها فلوس الكريه ونقول لها سمحي لي يعني ملي كان هو كيخرج كيخلي لي فلوس الكريه كتجي هي كنعطيها لها انايا، كيقول لي عطيها انت على من انا ما راها ما لقاتنيش ولا. كنقول لها خالتي هشه انا راني عطيتك الكريه وسمحي لي بزاف، وكنقول لها خالتي راني كنعطيك فلوس الكريه وراها البطاطا ما كنلقاش باش نوكلها لولادي وكنخلصها في كريتها. كنقول لها، كنقول انايا القضاة والناس ديال الحكم المحكمات الله يجازيكم بخير، شوفوا غير من حالي، لما شفتش انا من حالي شوفوا من حال دوك الوليدات اللي غادي يتعقدوا لي في الحياه ديالهم، الله يجازيكم بخير. انا دابا هو جايني استئناف، وانا يمكنني ما عندي، ما عنديش باش ندير، اول حاجه ما عنديش باش ندير محامي، ثاني حاجه راه ما عنديش حتى باش نطلع للمحكمه، راه ربي شاهد راه ما عنديش باش نتحرك، ما عنديش باش نتحرك. انا الماكله اقسم لكم بالله العلي العظيم الا السيمانه اللي فاتت والله ما صرفت لولادي، راني كنت كنصيفط الاندومي للحانوت باش ياكلوا ولادي المده ديال السيمانه، ولادي عايشين بالاندومي واتاي واتاي. راه الخبز كتجلس لي بثلاث ايام وبالربع ايام وكنحميها، كنديرها في الثلاجه ونولي نديرها في الطويجينه ونحميها باش غادي نخلصها. انا بغيت غير نعرف باش غادي نخلصها. انا كنطلب من الله سبحانه، انا كنطلب من خوتي المحسنين وخواتاتي يشوفوا من حالي، الله يجازيكم بخير، وشوفوا من حال دوك الوليدات اللي غادي يتشردوا لي في الزنقه
انا بغيتهم يديروا معايا غير شي حل يعني، ولا عاونتوني في سبيل الله في وجه الله سبحانه وتعالى. الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم من الوالدين. هذا الشيء اللي كنطلب منكم.